السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 18، المجالات المغناطيسية، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة. أقرأ أفهم أحفظ أطبق مفتاح النجاح بإيدك في عون الله. سؤال 33، مسارعات الجسيمات. في مسارع الجسيمات تعمل المجالات المغناطيسية على تقسيم إشعاعات الجسيمات إلى أجزاء الدائرة، وتعمل المجالات الكهربائية على زيادة سرعة الإشعاعات. أعطاك معلومة، الطلب A يدور شعاع البروتونات في اتجاه حركة عقارب الساعة. ما الاتجاه الذي يجب أن يأخذه المجال المغناطيسي؟ وما الاتجاه الذي يجب أن تأخذه المجالات الكهربائية؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نرسم. فرسمت مسار دائري، ورسمت شحنة البروتون موجبة، وحددت اتجاه الحركة، لأن اللي في اتجاه حركة عقارب الساعة هي السرعة. القوة المغناطيسية هتكون باتجاه مركز الدائرة. منطبق قاعدة اليد اليمنى لتحديد اتجاه المجال المغناطيسي اللي عم يتحرك فيه هذا البروتون. هاي القاعدة، الإبهام في اتجاه حركة التيار التقليدي، يعني حركة الشحنات الموجبة، والأصابع باتجاه المجال المغناطيسي، وراحة اليد، هذه راحة اليد باتجاه القوة المغناطيسية. فبيطلع عندك اتجاه المجال المغناطيسي هذا الاتجاه. هذا كله دراسي حتى تكتب هذه العبارة. إذن يجب أن يكون اتجاه المجال المغناطيسي لأعلى بزاوية قائمة مع سرعة البروتون، وينبغي أن تكون المجالات الكهربائية في اتجاه السرعة، أي في اتجاه حركة عقارب الساعة. هذا الطلب A. طلب B، إذا كان شعاع من الجسيمات سالبة الشحنة سيدور في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، فهل يجب تغيير اتجاه المجال المغناطيسي؟ وهل يجب تغيير اتجاه المجالات الكهربائية؟ أيضا برسم المسار، وهي الشحنة السالبة واتجاه الحركة في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، اتجاه القوة المغناطيسية باتجاه مركز المسار الدائري. منطبق القاعدة، قاعدة اليد اليمنى، بيصير عنا المجال عمودي على الورقة ونحوه، الأعلى يعني نحوك أنت، يعني كأنه خارج من الورقة. في الحالة هاي لا ينبغي تغيير أي من المجالين، المغناطيسي أو الكهربائي. بتمنى أكون وصلت لكم الفكرة، وصلت لكم كيف تقرأ السؤال، كيف بترسم السؤال، كيف بتجاوب على السؤال. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من التشجيع لكي أستمر معكم.